لابد ان نجتمع. هذا المخالف المخالف لاهل السنه والجماعه، نسال العافيه والسلامه. ماذا تصنع به؟ لابد تناصحه. لابد نكثر سواد اهل السنه، تاتي به وتقول اتق الله، ولابد تكون معنا، ما يصلح. ولابد نزيد لابد ان يزيد عدد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل سال ابو سفيان رضي الله عنه عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم قال هل يزيدون ماذا قال قال نعم يزيدون إذا كنا اليوم لا نزيد هذا معناه أنه عندنا خلل لا نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد نزيد هذا المخالف تنظر إليه من جنبين تنظر إليه من جنبين اتق الله من جنب تحمد الله ان عافاك. ومن جانب اخر تدعوه لهذا. تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا تتركوا على الضلال. له حق عندنا لكن بشرط ان تستطيع على ان تغير هذا ولا تتغير. اما اننا يعني نتكلم على هذا بالغيبه او بالنميمه او بنقل الكلام او بالسب او بالنكت هذه ليست من الشريعه اذا اذا اردنا دعوه المخالفين او الكلام عليهم لابد ان نسير على الطريقه السلفيه فدعوه المخالفين كيف نتكلم معهم؟ كيف ندعوهم؟ من الذي يتكلم معهم؟ الذي يستطيع ان يغير فيهم ولا يتغير